خلينا دلوقتي ننتقل لملف ايضا يعني اعتقد مهم جدا، وهو هتكلم فيه عن نجاح احمد الجندي طبعا لاعب المنتخب الوطني في الخماسي الحديث، في حصد هنا بطاقه التاهل لنهائي بطوله كاس التحدي المقامه حاليا طبعا في العاصمه الاسبانيه مدريد، وناس كثيره جدا بتتابعها وناس كثيره بتتابع كل ابطالنا في الرياضات المختلفه اللي بيتاهلوا بقى لاولمبياد باريس، لان الشعب المصري عنده حلم، عنده امل في اللعيبه بتاعتنا والابطال بتوعنا ان شاء الله النسخه دي من الاولمبياد تبقى مختلفه، يبقى في ميداليات اكتر، يبقى في كمان ذهبيات اكتر، نتمنى ذلك. وطبعا ده ان حصل وراه كلام كتير جدا وكواليس كتيره جدا واتكلمنا فيها اكتر من مره وهنتكلم كمان فيها في الفتره اللي جايه، لكن فكره هنا يعني انك تسمع بطل عن بطل بيحقق انجاز كبير وبيتاهل اعتقد ده امر رائع جدا. وكمان لما نتكلم عن احتلال احمد الجندي المركز الاول في الدور قبل النهائي ليعتلي بقى صداره الترتيب ويقترب كمان من تحقيق المركز الاول في البطوله اعتقد امر رائع جدا. وخلينا نقول لحضراتكم برضو احمد الجندي كان حسم تاهله لاولمبياد باريس خلاص 2024 في منافسات الخماسي الحديث بعد حصده للقب بطوله افريقيا اللي كانت اقيمت مؤخرا، وكمان توجت مصر بذهبيه منافسات التتابع المختلط خليني اقول لحضراتكم في بطوله العالم للناشئين برضو في نفس الرياضه الخماسي الحديث تحت 21 سنه واللي اقيمت في الشهر اللي فات واتكلمنا عنها طبعا عشان هنا تتكلم بقى تصدر مصر جدول ميداليات البطوله برصد 3 ذهبيات. اللي جاي هيكون كده ان شاء الله يكون كده وافضل كمان.